كما يقال إن في حياتنا أشخاص يشبهون الفجر بجمالهم، يزرعون الأزهار في دروبنا ويجعلوننا نبتسم معهم للحياة. ها نحن نتعارف، نتحادث، نرسم للحياة أجمل اللوحات. شكراً أستاذة منال وكل القيمين على هذا اللقاء، وأقول لك يا أيها الغافي، يا أيها الحب الغافي، على غصن الزمان توقظك لفحة النسيم ليحتل كياني. كل الأماكن لك وكل اللهفة بالجنان، وكل الشوق العابق كزهر البيلسان. رعشة الحب تؤرقني، يذوب عطرها بأعماقي وتفرح بموسيقى أشعاري.